لله الحمد لله فتح أسباب الخيرات على عباده الأبرار وأمرهم بالإخلاص لهم في الجهد والإصرار. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وهو العزيز الغفار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق السماوات والأرض وأحكمهما وهو الواحد القهار. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه الرسول المختار. اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته الأخيار من المهاجرين والأنصار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فاتقوا الله تبارك وتعالى، فإن تقوى الله هي مجمع الحسنات ومكمن البركات، وبها يلقى العبد ربه لدخا من الممات. فاتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. عباد الله، تقبل الله منا ومنكم، وعيدكم مبارك. فنسال الله عز وجل ان يتقبل الصيام والقيام، وان يجعلنا من المقبولين عنده ممن رفعت اعمالهم وسيجدونها في كتاب مدقر لهم عند لقاء ربه تبارك وتعالى. عباد الله، ان للمؤمنين خصالا ينبغي ان يتحلوا بها بعد الاطاعه، وان لهم صفات لا بد ان تكون فيهم بعد كل قربه يتقربون بها الى الله عز وجل. وان هذه الخصال هي التي تميز الفائزين من الخاسرين، وتميز الرابحين عند ربهم من المضيعين، وتجعل لمن لهم المقامات العاليه كذلك عند رب العالمين. اول هذه الخصال عباد الله، ما ان يكمل العبد اي عباده واي طاعه فعليه ان يلجا الى الله عز وجل بطلب القبول من قلوب خاشعه حاضره خائفه وجلة. يقول الله عز وجل: والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة. قالت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية الكريمة: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سألته: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر؟ الآية يكتبون في اللغة العربية يفعلون، أنت الأمر فعله، ما آتوا أي ما فعلوا، فلا يظهر في الآية أي شيء فعل. فهي تريد أن تسأل لماذا هم وجلون؟ الوجل الخوف على العلم، قد تخاف شيئا وأنت تجهله، فهذا يسمى جهلا مع خوف. أما الوجل فهو خوف مع علم، أنك تعلم من تخاف، وأن تعلم جيدا من تتوجه إليه بقلبك. وجلوا، فقال: لعلهم الذين كانوا فعلوا من المعاصي ويعلمون ان الله عز وجل ياخذ بالعقوبه ويعاقب من تجرأ على معاصي. وكان مفعول هذه الايه عند ام المؤمنين، وهي زوج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والتي كانت معه في بيته. هذا الفهم الذي تسال عنه: هل هم الذين فعلوا المعاصي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ الصديق. انظروا الى هذا الخطاب، كيف يكرمها بهديها ابي بكر الصديق رضي الله عنه ويخاطبها بهذا الخطاب الذي فيه هذا العموم.
فقال لها لا يبقى الصديق ولكن هم الذين كذلك ورد في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يصومون. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ثم ماذا؟ صلاتهم وصومهم يعقبهم أنهم يخافوا أو يخافوا ألا يتقبل الله منهم. يخافون ألا يتقبل الله منهم فهم وجدوا من القبول وليس من الفعل. الفعل تبنى على أكل الوجه بحسب استطاعة الإنسان، لكن الذي أعقبهم في قلوبهم وجد أن يصل ذلك العمل من الله عز وجل فيضعه في الكفة اليمنى لا أن يضعه في اليسرى، أن يجعله في الحسنات وأن لا يجعله في الرياء والسمعة وغير ذلك مما يقتل الأعمال. فكانوا على وجه من أفعالهم، فهم الذين يسابقون للخيرات ويفعلون الخيرات وهم لها سابقون. إن القبول عباد الله أعظم عند حصوله إلى الأعمال، لأن الأعمال هناك من الناس من يعملون ولا يقبلون، وهناك من الناس من يعملون ويقبلون. قال الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين، أي قد لا يتقبل الله عز وجل، بل هذا الآية الكريمة لا يتقبل الله من غير المتقين. فطلب القبول عند العلماء رحمة الله عليهم حين يتكلمون في هذا الموضوع ينبغي أن يكون للأعظم هم من أكمل طاعة من الطاعات، وأن يجتهد في سؤال ربه، وأن يكون عن الحال الذي يكون فيها أهل القبول من طاعته تبارك وتعالى. فكم من نائم وقلبه مذاكر، وكم من قائم وقلبه فاجر، كما قال بعض العلماء كم من نائم وقد قبل الله عز وجل عنه، وكم من قائم قام لكن قام في قلبه الخشوع، فالله عز وجل لا يتقبل الا من المتقين. هذه الخصله الاولى. اما الخصله الثانيه فهي النظر الى العالم بعين التقصير لا بعين الإكمال والغلو في فعل أي فعل فعله الله أنه قد أكمل. الناس في التجارة والتي يعمل واحد الشهر سنوي أحيانا تقرأ الإنسان تجيبه به أنه محصل واحد عدد إلى واحد، فحتى يجي تحسب تلقى راسه خصمه علاش وتجيب به المدخول وكيف تبنيش شبه هذه ونص هذه وقال هذه وصرف، فهل تيجي تحسب تقول الله يخلف علينا العام ما جاش الله العام الجاي ان شاء الله. كذلك المؤمنون حينما ينظرون الى اعمالهم لا ينظرون الى الافعال التي فعلوا ولكن ينظرون الى المصاريف، اين ذهبت تلك الاعمال فعلنا وفعلنا وفعلنا. قال الله سبحانه وتعالى في الناس الذين يبتغون به ومن اصحابهم كبروا الصحابه والخطيب كبروا الصحابه اجعلتهم يستغفرون. واش هما كانوا في شي معصيه؟ علاش يستغفرون؟ يستغفرون من التقصير، يقولون ربنا قصرنا في حق هذه الايه او في حق هذه السجده او في حق هذه الركعه أو في حق هذا الدعاء أو في حق هذا القيام. هذا هو شأن المؤمنين، الاستغفار عقب كل عمل صالح حتى يسد الله عز وجل الخلل ويكمل العمل ويجعله الله عز وجل في أدهى حلله حتى تراه عند لقاء ربك وأنت تظن أنك جئت بالقليل، فإذا ربك سبحانه وتعالى يضحكك بالكثير فترى فضلا عظيما من الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في القرآن العظيم وفي سنة سيد المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. عباد الله، إن من صفات المخلصين العاملين الدوام على الطاعة، وأن يعلم المرء أنه حيثما وجد في أي مكان وزن فإن الله عز وجل يحصي عليه العمل. عن أبي سعيد الخدري كما في الصحيحين أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنني إبلا وإني أريد الهجرة، أي هجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام سائلا له عن هذه الإبل، أنا أعرف الأعراب تمشون أماكن الضعيف، تمشون أماكن بعيدة، فما يمشي يبقى في المدينة وعنده إبل، إبل تدريب يستحقها وحدها مساحات كبيرة جدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطيني حالها شخص الطهر؟ أتعطيني السلطة؟ قال الأعرابي: قال نعم. قال دليل نافع إذا هو يشوف السيد لهمة الخير اللي مش خرج من السلطة اللي هي اللي ولو أدي فريضتها، لأن كيف تحرص السلطة أو تحرص الفريضة اللي مطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم دليل نافع هنا حرصا وزيادة في الخير، تبني فريضة كثيرة كثيرة أدب الله سبحانه وتعالى للعباد، فتستكثر أمرا الله عز وجل أنعم به عليك ولم يأمرك فيه إلا بالقليل، ربع العشر، جوج ونصف المئة. قال: إن تؤدي فريضتها؟ قال: نعم يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحرمها يوم وردها؟ يقول العلماء لهم خبرة في الإبل، الإبل حينما تشرب إذا أردت أن تحسن إليها عليك أن تبادر بحلها بالإحسان الحيوان حتى لا يتضرر بدخول الماء وعدم خروج اللبن، مش خلي الكتاب، لا، إلا خليتها يتزل، ولكن الإحسان تخرجه تلقط في الشمشر، علاش؟ إحسان بذلك الحيوان، سموه حتى عن الحيوان النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحسن إليه. قال له: نعم يا رسول الله. فقال: فاعلم من وراء البحار فإن الله عز وجل يعلم كل ما تعمل، فإن الله سبحانه وتعالى كل ما تعلمون إلا وهو شيء شر. وفي المدينة مع الرسول صلى الله عليه وسلم لتلك الخير ماذا فعل وحيثما فعل فإن الله عز وجل معه سوشا المسألة. إذا تتكلم على الرداء، لا تتكلم على الأيام القرب، لا تتكلم على الأيام الفاضلة، هذه كلها مخلوقات، ولكن لا تنسوا أن الذي معنا وهو معنا في كل وقت رحيم هو رب كل هذا هو الله سبحانه وتعالى، فلا معنى عن هذا. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الأصل، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نسأل الله عز وجل أن يقبل منا جميعا ويجعلنا عنده من المرحومين وأمير المؤمنين جلالة النبي محمد السادس. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وترفع به غاية الإسلام والمسلمين. اللهم احفظه ورعاه وبارك في عمره وعمله ومسعاه. اللهم اغفر لولي أهله ولد الحسن وسائر عائلته الشريفة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه، لا سيما الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى من صار على طريقهم ومنهجهم إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك.